الاستثنائي ذات الموضوع الاستثنائي
نعم، أنا أظن صوتي إلى كل مكونات الشعب المغربي من الطريق إلى الجوار ومن وجدة إلى قنيت، مؤلماً على متعاطي وإدانة الانزلاق الضخمي الخطير الذي جاء على لسان بانكيمون عند زيارته للطرف الثاني على الأراضي الجزائرية ووصفه لاستجاع هذه الأقاليم إلى أرض الوطن لتوظيف عبارة الاحتلال. كنا نشوف قصد إنكار هذه الخسر بما قيل من العام المتعلم، يعني أشد العبارات التي كانت الحالات تنكر هذه الخسر. وعندي ملاحظات بغيت نديرهم، هو على النوع خلفية هذه الخسر عن تعني على خلفية على غير عندي لأن هذا هي داخل مخطط معين. هذه الخسر اللي جريت في نعم داخل مخطط معين، هو على أن هذه المنطقة اللي هي منطقة شمال إفريقيا اللي بالذات منطقة نسبيا مستقرة، هناك توجه معين من أجل يعني خفض البلاء في هذه المنطقة والرجوع بها يعني إلى جو الحرب وجو يعني جو عدم استقرار. الإنسان صحراوي، أنا نحن صحراويين هم المنذرين الأولين والآخرين من دور المنذر أكثر من غيرنا، وبالتالي يعني وربما حتى العنصر الصحراوي اللي أدرى أكثر هو الناس اللي في المخيمات. الياسمين متواجد في المخيمات رغم عنهم، يعني لو كان مثلا عندهم جبال فرصه باش يعني يوفي المشكل حتما لانه حاجه ظروف معينه اللي مرت عليها ترجع للمستقر ظروف عائلات ظروف تلك ظروف يعني معينه، وبالتالي يعني يجروا في الحاله يعني اللي ما عنده بدايه ولا عنده نهايه، لان نوع النهايه تكون قريبه وتكون في الوحده. الغايه الثانيه اللي كنشوف هو على انه يمين العام والمقرر الخاص اللي هو كيف تفرض ما تعاملوا كموظفين عموميين، تعاملوا هون انا نشوف على انه هذا نوع من الانتقام. كيفاش الانتقام؟ وعلى انه منين الباب جابت من بوك معين، على انه شاف ان هاي العمليات اللي كانت شماليه العمليات الصحيحه، وعلى المغرب الباموك على انه خاص يوم تاعي تمشي بالطريق الصحيح ولا توقف منك، على انه عاد نوع من الانتقام الشخصي لهذا الناس، وبالتالي يعني هذا كامل يعني حكم ما هو ينفع منه. كنا نقوي جميع الصفوف الصحراويين والمغاربة الكل من اجل الاتفاق حول قائد البلاد حول هذا الموضوع اللي هو موضوع من المقدسات، موضوع اللي هو اجماع وطني كبير. ما عندي منطق سيد الرئيس الا هذا اني نستنكر طبيعه الحال، وحنا طبيعه الحال راه كنا مجندين في هذا الموضوع من طبيعه الحال، وحنا مستمرين معنا نستنكر هذا الموضوع. التصريحات والخارجه الاعلاميه قام بها السيد بانكيمون اعتبروها من حازة وحتم انفصال وانحراف عن ميثاق المنظمه الدوليه اسس اساسا على اساس الحفظ والسلم الدولي. ثاني اندهاشنا الكبير للزلاقات الغربيه وفرط المواقع والمحاباه الغير مبرره لامين العام خلال زياره اخيره المنطقه. وكذلك سجلنا بذهول استعمال الامين العام عباره احتلال لوصف الصحراء استرجاع الاقاليم لحضرات الوطن. وهذا يتناقض بشده مع القاموس الذي نبت الامم المتحده على استخدامه فيما يتعلق بملف الصحراء المغربيه. ثالثا وهذا التوصيف ليس له سند سياسي ولا قانوني ويشكل اهانه بالنسبه للحكومه المغربيه ولمشاعر جميع المغاربه الدرجه الاولى. وكذلك تعمد السيد لامين العام عدم الحديث عن مبادره الحكم الذاتي. ونحن نعتبروها كمغاربه صحراويين هي الحل الوحيد والاوحد. هو الفضاء والبيت اللي تجمع جميع الصحراويين لا في الشتات ولا في المخيمات ولا في المناطق. وكما كثر السيد الرئيس خارج جواب على تصريحات الامين العام المتحده هي التنميه التي حققتها الاقاليم الجنوبيه في ظل رعايه الساميه لصاحب الجلاله بن حسن الثاني صلى الله عليه وسلم. والمتعلق بالدورة الاستثنائية للمجلس وباش نبداو في حدود القوانين.
الأجيال اللي يعني.